الشباب العمده بلم اهل البلد كلياتهم. ايه اهدى يالا، اهدى اهدى وكلم معايا كده بالعقل. ما حدش يزعق لك. ما حدش زعق لك يا حبيبي. ما زعق ليه؟ ما زعقتش. هان اهدى، بص انت هتقعد هنا ماشي، الكلام اللي هيحصل هنا على الله يطلع بره هقتلك. ما حدش هيسمع حاجه. واضح من صوتك ان ما حدش هيسمع حاجه. انت لو وشوشت واحد جنبك كل حد هيعرف اي حاجه. اقعد هنا اتلقى. انت شيخ غفر حمير. انا مش شيخ غفر، روح اتلقى. انا خارج لكم البلد كلتها. ده انتوا عالك. وطي صوتك، وطي صوتك. اهدي. بتزعق ليه؟ اهدي. بتزعق ليه؟ اهدي. ايه اللي بيحصل النهارده؟ وطي صوتك، في ناس بتذاكر فوق. احترم نفسك، وطي صوتك. بتزعق ليه؟ ليه بتزعق؟ مش نحترم نفسينا ونوطي صوتنا؟ في ناس بتذاكر، صوتك طالع لحد فوق. عايز تتكلم شغل الانتر كام. ليه تحت عندك؟ وطي صوت. صوتك ما يعلاش. اهدي. هنزل لك السبت تجيب لي سجاير. اهدي. توطي صوتك. فاهم ولا مش فاهم؟ ايه اللي جاب عمود السواري هنا؟ وطي صوتك. انا امشي من بلد كلاتها. يا شيخ البلد، العمدة عايزنا في ايه؟ انا زهقت والله. هنعرف دلوقتي كل حاجه، هيجي وهنعرف. انتوا مستعجلين اهو. عطيه جه. يا عطيه انده لنا العمدة بسرعه. يالا وشك في الارض يا قريه مع صاحب العصمه، حضره العمدة المفدي اللي بيفطر قبل ما يتغدى، مع صاحب الاغنيه ونجم العموديه. لا تقولي فاوس ولا جوب الشوافه، مع عمده ميت كنافه. هو اللي مأكلني، هو هو اللي مشربني، هو هو اللي ملبسني، هو 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 هو. سلام عليكم. وعليكم السلام. لسه عامل زي ما انت. ايه يلا يلا يا بلد، العمده جه. انا عايز النشيد الوطني. ايه لميت كناف. عايزينها تبقى خضر الارض اللي في الصحراء، عايزينها تبقى خضر الارض اللي في الصحراء، ونقدمها لمصر هديه حاجه جميله ومعتبره. هي ايه الصحراء تبقى ايه خضرة؟ هي ايه الصحراء تبقى ايه خضرة؟ هي ايه الصحراء تبقى ايه خضرة؟ هي ايه صحراء تبقى ايه خضرة؟ تمام. يا بلد هبلي، دي العمودية دي حاجة صعبة أوي. أيوة أنا مجمعكم النهاردة عشان عايزكم حاجة مهمة أوي. إيه؟ كل الناس جات؟ كله موجود أهو يا أبو العمدة. أقول أمال المعلم زرزور فين؟ المعلم زرزور بلغته وزماناته على وصول. زماناته برجالاته يوم ورا يوم يبقى بشنبات ويكلم على قد حياته. يا بلد هبلي، صدقوا تهز. ايه دي؟ ايه اللي جاب الواد هيني؟ ما تقول الموضوع يا بلوم ده الاول، وبعدين لما يجي بزرزور نبقى نقول. يا ده اللي والدتك شدتك من زورك. ايه يا ولد وانت جاي تقترع عليني؟ انت ما تكلمش خالص. يا نادي الحاج علي اني عايز اخدم. حد عايز شيء؟ حد عايز قهوه؟ حد عايز يطرش؟ يلا ما تتكلمش. ايه ما تنضمش. ايه بس ده غلطان يا سيدي. Oh, my God.
كنت بتتشطر عليه، عارف لو هو كبير شويه ما كنتش هتعمل معاه حركه زي دي. بس انت كنت تفتكر ايه؟ بتطول دورك. طب انا مدوية على الحته دي كل يوم من دي. ايه؟ انا عندي اختراع. ايه يا عم؟ انا بفكر ان اقول لكم على انا عايزكم في ايه؟ ايه؟ واما يجي زرزور ابقوا انتوا قولوا له. يخرب بيت فكوكتك يا بلوم دي. ده انت جامد قوي. دخل كده العكاز بتاعك، عارف لو اكبر من العكاز شويه اقول لك اضربه براحتك، انما هو كله قد كده وانت عمال تتشطر عليه. ايه؟ مفيش اجر زياده ده، هو نفس الاجر. يبقى بتزود ليه؟ صعبان عليا والله. مالكش دعوه. قوم يا حبيبي. قوم يا اهبل. انا هقول لكم عايزكم في ايه؟ ثواني يا عمدة، ثواني، في صوت. ايه ده؟ المعلم زرزور وصل. المعلم زرزور. خش يا ليالي. حاضر. خش يا بنتي. انا جايه اهو. حاضر. خش يا ست البنات. ايه يا معلم زرزور، ازاي؟ صباح الخير يا بلعوم دي. وانت جايب بنتك معاك ليه؟ هو احنا رايحين القناطر الخريري. خريري؟ ايه؟ جايب بنتك معاك ليه؟ لا ده انا قلت اجتماع يعني، واهل البلد هني اهي، تعمل شويه جازرينج سوشياليزيشن، تتدلع يعني. يا جازري ايه؟ لا تاكل جزر. ايوه يا عمده. طيب يا نادي، يعني مش فاهم يا بلعوم دي، الست ليالي تعبك في ايه؟ ما تجي ولا ما تجيش؟ يعني هو الموضوع ايه؟ ايه؟ انت عامل صعيدي؟ احنا فلاحين يا ايه؟ يا فلاح يا انا، ما حدش قال لي. ايوه مط الكلام كده. ايوه ايه اللي جاب الواد ده هنا يا عمدي؟ اهو يعمل لنا اي حاجه محتاجينها، محتاجين شاي، محتاجين قهوه، محتاجين نسكافين. خلاص يتخدع هناك ومالكش دعوه بحد، امشي يا ناط انت. يعني ما حدش طايق لي كلمتين في الكفر المقفن دي؟ انا اقعد اتنيل ارغى. ايه؟ اقعد جنب الزير. والنبي يا ابو العمده قول لنا انت جايبنا هنا ليه؟ عشان ما حدش فيكم عارف انا جرى لي ايه. قول لي انت جايبنا هنا ليه؟ جايبنا ليه؟ يبقى انا هقول لكم. قول انا جامعكم النهارده يا اهل البلد عشان اقول لكم ان بلدنا مش موجوده على الخريطه. ايوه مش موجوده على الخريطه، محدش مهتم ببلدنا، لا الحكومه عارفه احنا فين ولا المحافظ ليه دعوه ببلدنا، فاحنا عايزين نفكر في فكره تخلي الحكومه تهتم بيني. ايه؟ طب وانت ليه يا عمدي عاوز الحكومه تهتم بيني؟ يعني اذا ربما احتاجنا اي حاجه نلاقي الحكومه في ظهرنا. احتاجنا مثلا ميه يركبوا لنا مي، احتاجنا كهرباء يجيبوا لنا كهرباء، احتاجنا مارشميلو يجيبوا لنا مارشميلو. مارشميلو؟ ايه المارشميلو دي؟ مارشميلو الحكومه عارفه وهي بتودي لكل البلاد مارشميلو، وبتيجي علينا احنا وما بتجيب لناش مارشميلو، مع ان احنا مكونات، احنا اولى بالمارشميلو. ايه؟ فاحنا عايزكم تفكروا. فكر، انا بطلب منكم حاجه غريبه.